بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد، وقال وزير الداخلية إن تلك الذكرى العطرة بما تحمل أحداثها من قيم وفضائل رسخها وتحلى بها صاحبها المصطفى صلى الله عليه وسلم، سائلا المولى عز وجل أن يجعله عام خير وبركة ونماء يواصل فيه الشعب المصري العظيم التكاتف صفا واحدا خلف الرئيس السيسي لجني ثمار التنمية والازدهار. كما بعث وزير الداخلية ببرقيات تهنئة مماثلة لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية بمناسبة العام الهجري الجديد. كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام بوزارة الداخلية بهذه المناسبة.